انتهت نشرتنا مشاهدينا الكرام، الآن نتحول مع حضراتكم إلى زيارة الرئيس الأوزبكستاني إلى القاهرة شوكت ميرزيايف واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وبالتأكيد سنتحول إلى هناك مباشرة حيث مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أوزبكستان واستعراض حرس الشرف. هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزيايف إلى القاهرة، حيث تأتي هذه الزيارة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطشقند، وتعزيز أيضا العلاقات الاقتصادية وتوقيع العديد من الاتفاقيات على هامش وخلفية هذه الزيارة. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس أوزبكستان شوكت ميرزيايف، ومراسم الاستقبال الرسمية لرئيس أوزبكستان واستعراض حرس الشرف. هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لرئيس أوزبكستان إلى القاهرة، وهي تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيايف هي الزيارة الأولى لمصر، وتستمر لمدة يومين وستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث تعتبر مصر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي، وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي، وسينتج عن هذه الزيارة العديد من الاتفاقيات.